انت جيت؟ اسمحي لي اخش. ما تخش، هو حد حيشك؟ يا فندم انا متاسف على سوء التفاهم اللي حصل. وانا اسفه كمان، اللي اتجوزت واحد جاي خاين ما عندوش ضمير. افهم المؤاخذه، انا ابقى بريء مظلوم مش كده؟ انا ما صدقكش ما صدقكش يا ست. حلمك شويه يا اختي، انا عايز اقول لك. انا كداب؟ هو انا لسه قلت حاجه؟ اصل الحكايه مش عاوز اسمع منك حاجه، مش عاوز اشوفك. كفايه اللي عملته فيا، دبلتني قتلتني. قتلتك ايه؟ انت عاوزه تلبسيني تهمه؟ نسيت حبنا يا خاين؟ نسيت عهدنا؟ نسيت نوال اللي بتحبك؟ نوال اللي بتموت فيك؟ اللهم انا هقول لك الحقيقه. ما تقولهاش، الحقيقه مؤلمه، الحقيقه بتقطع قلبي. اه يا ناري، لو ما كنتش بحبك كنت قتلتك، كنت شربت من دمك، كنت النهارده بيت اسود عليك. يا ساتر استر يا رب. خلاص مش قادره اخاصمك يا حسين، صالحني، بوسني بقى. ابوسك؟ عال عال عال. بوسني يا ست ختي. لا عال عال عال. حضرتك مش عاوز تبوسني؟ والنبي بس فاهم الحكايه. عال عال عال. هو سابني وراح فين المغرب؟ هو مين ده؟ اخويا. ملوش لزوم دلوقتي. ملوش لزوم ازاي بس؟ هو ايه ده؟ هو الشيء لزوم الشيء. الى حبيبي حسين سهير. يا سافل يا مجرم يا خاين، طلعني طلعني. اطلعك؟ عال عال عال. الجو رايق؟ رايق قوي. هو في اروق من كده؟ بقول لك طلعني طلعني. حوشني. سيبيه يا نوال، ده اسماعيل اخويا. اسماعيل اخوك؟ امال اخته؟ اخويا ستي، اخوه. صوتي اتنبح وانا عمال اقول عال 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 من الصبح. انت رحت فين؟ نزلت اشتري السجاير. ليه؟ جرى ايه؟ الصورة دي بتاعت مين فيكم؟ صورتي انا. لكن دي مكتوب عليها الى حبيبي حسين. اصل حبيبتي بسلامتها مش عايزة يا ستي تتجوز الا واحد في الطيران، وانا علشان بحبها لبست بدلة حسين وسميت نفسي حسين. بقى كده؟ والله العظيم كده. يا حبيبي يا حسين ظلمتك، لكن اعمل ايه؟ احبك يا حبيبتي يا نوال. طبعا اذنكم بقى يا جماعة علشان انا راجع على مصر. مع السلامة. أنا الفنجر الريجيسير. أهلا وسهلا. مساء الخير يا سمعة. أهلا، مساء الخير. مرحبا. عندك شغل إن شاء الله بكرة الصبح في استوديو، والأوردر أهو. طب يا سيدي، بس على الله المرة دي ما يكونش الضرب جامد. وأنت يهمك، أصل الأستاذ المخرج هيعيد تصوير منظر الخناقة اللي فاتت. يا خبر اسود، يعني هقع في إيدينا الراجل المصارع اللي دجس ضلوعي؟ لا، المرة دي بقى جايب لك اتنين. اتنين مصارعين؟ أيوه. الله يبشرك بالخير، المرة دي لازم يدفع الفلوس دوب. قصدك أوفر تايم؟ لا، أوفر ضرب. تصبح على خير يا سمعة. هتصبح على نقالة يا حبيبي. ألف شكر.
ده اللي مشهد الكنائس. حاضر يا استاذ. 25 واحد 11 مرة. إذا كان ديكو راجل يطلع لي أو يا اسماعيل. متشكر يا استاذ. بس ايه؟ عايزين كمان مره شويه احسن من كده يا اسماعيل. مش ممكن يطلع احسن من كده الا اذا مت. سكوت. كمان مره. رولو. رولو. 25 واحد 12 مره. اذا كان فيكوا راجل يطلع لي فوق. نعم. اديني عصير برتقال. ما شفتوش النهارده يا مدام زهر؟ ما شفتش ايه؟ بقول لك عصير برتقال. اه محسن سرحان. انا بفتكرك بتقولي شكري سرحان. برضه ما جاش النهارده. لا ده ولا ده. بقول لك برتقال، عصير برتقال. مدام زهر اتفضلي، احنا جاهزين. غدا الاستاذ معايا على حساب المخرج. مخبر على حساب المخرج. المخرج ماله؟ غدا الاستاذ اسماعيل على حساب المخرج. طب زعلي ما نطرش. نعم. طلب حضرتك ايه؟ اطلب لي واحد اسعاف. واحد خشاء. جيب اللي تجيبه، وانا ما فيهاش نفس اتكلم. سهير، ازيك يا سهير؟ طب انت زعلانة من حسين، انا ذنبي ايه؟ انت السبب، انت اللي عرفتني بيه. انت خلاص كرهت حسين؟ وبتسأل ليه؟ لا يعني بقول مدام يعني كرهت حسين حبيني انا وتبقي اصطدتي حمارين بحجر واحد. يعني ايه؟ يعني يبقى معاكي صورة حسين وقلب اسماعيل. قلبك؟ ايوه، قلبي اللي بيردد اسمك في كل دقة من دقاته. انا بحبك يا سمير. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولي انك بتحبيني. انا فعلا بحبك زي اخويا. وليه ما تحبينيش زي اخويا انا؟ دي مساله نصيب يا اسماعيل. انت لسه بتحب حسين؟ ايوه. رغم اللي عمله فيكي؟ على العموم انا يهمني سعادتك. انا هروح لحسين واخليه يجي اعتذر لك عن الغلطه الخطيره اللي عملها دي. ما تندهشيش، انا هستحمل العذاب والحرمان مادام انت هتكوني سعيده. الخشاب يا استاذ. ادفعه انت. ادفعه انا ازاي؟ المخرج هو اللي هيدفع. ايه اللي ادفعه دي كمان؟ اهلا سمع. ايه طمني، حصل ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ ما اتجوزتش؟ لا لا لا. ليه؟ لان المسألة اتعقدت واخويا عرف كل حاجة. عرف انك انت بتلبس بدلته وبتستعمل اسمه؟ اه، لكن ما قدرتش اقول له ان انا بروح المطار بداله، وما قلتلوش انهم لغوا الاجازة بتاعته. بيني وبينك انا مش هروح المطار ده ابدا، وحضر اسماعيل زي ما انا. ما لو ما روحتش المطار هتروح في داهية انت واخوك. لازم ترجع برضه وتحل محله لحد ما يرجع اخوك من الاجازة ويستلم عمله. لا يا عم، لحد دلوقتي والمسألة مسطورة. مش يمكن لاجل بخت الاشوح يحطوني في طيارة ولا يرموني بباراشوت. لا يا حبيبي، لغايه كده وكويس قوي. مش هيحصل حاجة بإذن الله، ما تخافش. أسبوع مهرجان الطيران هيبتدي بعد يومين، بالكتير هتستقبل الجمهور اللي هيجي يتفرج في المطار، وأنا هعزم لك سهير وأجيبها بنفسي لحد المطار عشان تتفرج. إيه رأيك؟ أروح وأمر لله. وهو كده.
اهلا سهير، نورت المطار يا سهير. متشكره. تسمح والله تفرجنا على طياره من الطيارات المدهشه دي؟ قوي قوي. اتفضلوا كلكم، اتفضل يا سهير، اتفضل. اهلا وسهلا. شايفين العظمة؟ تسمح تشغيل الطيارة دي؟ أوي 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 أوي. بقى الطيارة فيه. أيوة طيارة. والله والله يا. بتطلع لفوق 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 كتير قوي. ودي بقى بتطير بسرعة أكيد. دي بتدوس. دي أسرع من الصوت. يعني إيه أسرع من الصوت؟ أقول لك يا سيدي، إذا كانت الطيارة دي مثلا رايحة أسوان، يا دوبك أول الواحد ما يقول أس تكون وصلت قبل ما تقول واعد. تسمح تدور لنا الطيارة دي؟ قوي. ده أنا هدور لك 1000 طيارة في نفس واحد. أصلها نفاسة. شمال مش كتير قوي. حاضر. يا رب يا رب ما تجعل نهايتي على ايديه. يا رب انا سايع عليك حبيبة النبي. ارفع العصاية عليك شوية، اتخفف بسرعة. العصاية؟ فين العصاية؟ العصاية يا سويش. موتني ماتوس، موتني متقطع، موتني مخنوق، بس ما تموتنيش مع الطول ده في طيارة واحدة. العصاية يا سويش، العصاية، فين العصاية؟ العصاية؟ أحلى العصاية. فين العصاية؟ عصاية عليك يا رب. النزول سليم، النزول سليم، حاول أن تنزل ببطء. ببطء يا سويش، ببطء. أصبحت الآن في موضع صحيح. النزول صحيحة ببطء يا شويش. كلمني مع الريح. كيف تسمعني؟ العصاية يا أم العصاية طوال لنا حلوة لعابة. الحمد لله وصلنا قبل نهاية الأجازة بساعتين. طب غير هدومك بسرعة بقى عشان ما تتأخرش عن الشغل. هوا حسين. أهلا حسين، جيتوا إمتى من اسكندرية؟ دلوقتي. أنا مش منبه عليك ما تقربش للبدلة بتاعتي؟ ما أنا لو ما كنتش لبستها ورحت بدالك المطار كانوا افتكروك هربان. إزاي بقى؟ ده أنا عندي أجازة.
الاجازه اتلغت وطلبوك للمطار، وبما اني شبهك تمام افتكروني سيادتك وجرجروني معاهم. وما قلت لهمش الحقيقه ليه؟ عشان ما خليكش تقطع شهر العسل. مش خدمه جليله؟ صحيح يا حسين، انت حقيقتك تشكر. اشكره ازاي؟ ولا حدش عارف انك انت مش انا؟ لا، ربنا ستر. من البدله علشان اروح اثبت حضوري. حاضر. انا عاوز منك خدمه صغيره. ممكن؟ عاوز ايه؟ تيجي معايا على بيت خطيبته وتقول لهم على الحقيقه اللي انت عارفها. علشان خاطري يا حسين. طب اتفضل غور. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، تسمح لي اخش؟ عشان ايه؟ عاوز اتفاهم معاك بكلمتين. ممكن؟ خش، اتفضل اقعد. مين تاني؟ السلام عليكم. يا خبر اسود، تسمح لي اخش؟ انت لسه خاشش. خرجت منين؟ ده انا اللي دخلت. يا ساتر يا رب، انت كم واحد يا جدع انت؟ احنا اتنين، اسماعيل وحسين، اخين توأمين. يا سيدنا الحسين، ده انتوا فورمة واحدة، تركيبة واحدة. ابوكوا كان بيعرفكوا ازاي من بعض؟ عامل لكل واحد علامة؟ ما هو الشبه ده هو سبب سوء التفاهم اللي حصل بينكوا وبين اخويا. الصورة اللي شفتوها صورتي انا، والست اللي معايا في الصورة كانت بتحبني انا، واللي اتجوز في اسكندرية انا، لكن اخويا بريء. هو حضرتك تبقى مين؟ انا حسين. طيب ما هي سهير مخطوبة لحسين. لا، مخطوبة لاسماعيل اخويا، هو قدم لها نفسه باسمي لما لقاها عايزة بطل في الطيران. بقى حسين ما كانش حسين. لا، حسين اللي انت عرفتيه يبقى اسماعيل. طب وليه عملت كده؟ علشان ترضى عني وتحبيني. احبك لما تكون بطل، بطل باعمالك مش باعمال اخوك. خلاص، انا هبقى بطل، هبقى شجاع، انا هقدم طلب تطوع في الطيران. طب ومستني ايه؟ موافقه؟ ايوه. حسين بقى اتنين حسين؟ لا يا فندم، انا مش حسين، انا اسماعيل اخوه، اتطوعت في السلاح جديد. يا ربي، انا مش قادر على واحد، حاضر على اتنين. تمام يا فندم. في ايه؟ المتطوعين الجداد وصلوا. ¶¶